أهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات آثار مصر السفلى. والنهاردة المحاضرة بتاعتنا هتتكلم عن أهرامات الجيزة. فالمحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله إحنا هتكون استكمالا للمحاضرة السابقة، وهي بداية كانت جبانة الجيزة، واللي اتكلمنا فيها عن محتويات الجبانة بالتفصيل. أما المرة دي هنخص بالذكر في النكروبوليس في جيزة، هنتكلم عن 3 Great Pyramids والكومبلكسز بتاعتهم. أوكي، طيب نخش بقى. إيه هي Lecture Objectives بتاعة المحاضرة دي؟ أول حاجة to have a general idea about the necropolis of Giza as we told you before about the necropolis of Giza. بعدين to describe the 3 Great Pyramids of Giza to shed the light on the different elements of the complexes of the three great pyramids. Okay, يبقى احنا هنتكلم النهاردة عن three great pyramids، بس مش هما لوحدهم ولكن معاهم الكومبلكسز. طيب اول حاجة لازم حضرتك تعرف ان احنا اتكلمنا على ان في بعض الجبانات وبعض السيمتريز اللي موجودة في جبانة الجيزة، ومن ضمنهم مثلا الويسترن سيمتري، ومن ضمنهم ايضا الايسترن سيمتري. ولازم تعرف ان هنا في بيراميد اوف خوفو، وهنا في بيراميد اوف خفرع، وهنا في بيراميد اوف منكاورا. يبقى كده عندك الثلاث اهرامات، بس الثلاث اهرامات دول مش لوحدهم، وانما هما جزء من الكومبلكسز بتاعت الجيزة. اوكي، طيب احنا النهاردة هنتكلم عن البيراميد اوف خوفو، ده اول حاجة، والكومبلكس بتاعه، وده it's the oldest and largest of the three Giza pyramids where it was called the horizon of خوفو او اخت خوفو. The oldest of the seven wonders also of the ancient world the only one to remain largely intact. لازم حضرتك تعرف ان هو it's the oldest and largest، هو الاكبر والاقدم في اهرامات الجيزة، وكان بيتسمى افق امون او افق خوفو سوري. وكمان هو من اقدم seven wonders of ancient world، اللي هم اقدم عجائب الدنيا السبع، واللي يعتبر موجود بهيئته كاملة لحد دلوقتي. It was constructed during 20 years. هو كمان over 20 years، في غضون مثلا 20 سنة أو أكتر كان البناء بيتم. وده كان من خلال خوفوس فيزير حمينو، who was the architect of the building. وأيضا لازم حضرتك تعرف إن initially ال building ده أو ال construction بتاع ال Great Pyramid كان تقريبا 146 meters، وحاليا هو 137 meters. دايما about، يعني دايما لازم تعرف ان الارقام دي تقريبية، يعني هتزيد كم سنتي هتنقص كم سنتي، ده مش قصة. اوكي، originally the great pyramid was covered by limestone، كان متغطي باللايمستون، كان ليه كساء كده من الخارج. والكساء ده لازم حضرتك تعرف ان هو was covered by limestone casing that formed a smooth outer surface. Some of the casing stones can still be seen around the base. لو احنا قربنا من البيز بتاعت الهرم او القاعدة بتاعت الهرم، هتلاقي ان في still حاجات من الكيسينج او من الغطاء اللي هو كان بال اللي قلنا ايه limestone casing. طيب اوكي، بعد كده هنتكلم عن الكومبلكس بتاع خوفو. لازم تعرف ان الكومبلكس بتاع خوفو هو عبارة عن 3 known. هنتكلم الاول عن الهرم يعني بشكل كده مبسط عشان تعرف بس ان الهرم ده فيه 3 known chambers inside the great pyramid، في 3 غرف. هنتكلم عن الموضوع بالتفصيل. وال lowest chamber is cut into the bedrock، الغرفة الأقل واحدة يعني في الأرض خالص، أو هي lowest
تشامبر دي كانت محفورة في البيدروك في الحجر بتاع الهضبة، يعني هو فعلا كانت في الجزء اللي تحت خالص. The so called Queen Chamber وال King's Chamber، في حاجة اسمها ال Queen's Chamber وحاجة اسمها ال King's Chamber وهنشوفهم بالتفصيل. دول أعلى من الغرفة التحتية دي، اسمها الغرفة التحتية أو اللي تحت الأرض اللي اسمها ال Lowest Chamber. أوكي طيب، بالنسبة The Main Parts of Giza Complex بتاع خوفو، ايه هي المين بارتس؟ لازم تعرف ان البارتس بتاعت الكومبلكس بتاع خوفو، اول حاجة كان في المين، كان في تو تيمبلز، واحد من التيمبلز دول جنب النيل وواحد تاني جنب الهرم نفسه. كان في 3 سمولر بيراميدز اوكي، وكان في ساتلايت بيراميد، وفي ما بين اللي رابط ما بين الموتشري تيمبل والفالي تمبل كان في حاجة اسمها كوز واي أو طريق صاعد. وفي أيضا بوت بيتس، البوت بيتس دي يعني اللي كنا بنحط فيها ايه البوتس أو الشيبس بتاعت الملك. طيب the elements of Khufu complex، ايه هي ال elements بتاعت خوفو كومبلكس؟ هنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل، احنا ذكرناها دلوقتي. خوفوز Pyramid complex consists of a valley temple، زي ما قلنا في حاجة اسمها valley temple وفي حاجة اسمها ايه mortuary temple. ال valley temple ده مدفون حاليا تحت منطقة اسمها نزلة السمان، ونزلة السمان دي موجودة في الجيزة، دي ممكن تشوفها هي على مقربة جدا، هي الحتة اللي موجودة بره البلاتو بتاع الجيزة وفيها مباني وكده. اوكي طيب، ال valley temple هو buried beneath the village of نزلة السمان، مدفون تحت قرية نزلة السمان، في جزء من البازل paving الرصيف أو الحاجة اللي معمولة تحت الأرض دي من البازلت واللايمستون، دي لسه ممكن نشوفها لحد دلوقتي. أوكي بس الوولز والكلام ده والحاجات التانية احنا مش قادرين نلاقيها، يعني ال walls have been found but the site has not been excavated، المنطقة كلها لحد دلوقتي ما اكتشفناهاش بتاعة ال valley temple بتاع خوفو اللي تحت ال village بتاعة نزلة السمان. The valley temple was connected to a causeway، ال valley temple was connected to a causeway which was largely destroyed. تمام، كان في بيربط ما بين الاتنين ما بين الفالي تمبل والموتشواري تمبل الكوزوي اللي احنا اتكلمنا عنه، والكوزوي ده طريق صاعد ودايما كان بيربط ما بين المعبد الجنزي والمعبد الموتشواري الفالي تمبل. طب the mortuary temple was connected to the king's pyramid. Okay. الموتشواري تمبل was connected to the king's pyramid. الموتشواري تمبل بقى المعبد الجنسي كان مرتبط بال كينجز بيراميد او هرم الملك. طيب خش بقى بعد كده على الجزء الثاني واللي هو خاص بايه، خاص بال elements of خوفو كومبلكس. ايه هي ال elements بتاعه خوفو كومبلكس؟ the king's pyramid has three smaller queen's pyramid. لازم اهو لو بصيت حضرتك هتلاقي ان عندنا 3 اهرامات، والتلات اهرامات دول هم خاصين ب الكوينز و associated with it and 5 boat beds. The 2 pits on the south side of the pyramids stay contained intact chips when excavated. One of these chips has been restored and is on display. لو بصيت في الصورة اللي تحت دي هتلاقي ان عندنا ايه، عندنا شيب من الشيبس اللي اتلقت في ال5 boat pits. احنا عندنا 5 boat pits اللي هما كان بيتحط فيهم ايه الـ السفن بتاعة الملك،
ودي عبارة عن ايه السفن دي؟ عبارة عن سفن جنائزية. المصري القديم في العالم الاخر بيعتقد ان المراكب دي او القوارب دي هتصعد بيه وهتعبر بيه في خلال رحلته مع اله الشمس. اوكي، فالملك كان بيعمل القوارب دي لانه كان هيستخدمها في رحلته في العالم الاخر. اوكي، فكانوا بيدفنوها الى جانب الاهرامات بتاعتهم. اما بالنسبه للثلاث اهرامات بتوع الملكات، فدول كانوا يعني للملكات بتوع الملك نفسه او زوجات الملك. وعندنا برضو بعد كده حاجة تانية، اهو عندنا بعد كده حاجة تانية، واللي هي الكومبلكس اوف خوفو. لو بصيت كده على الكومبلكس نفسه بتاع خوفو، هتلاقي ان هو فيه اول حاجة الفالي. نشوف المين بيراميد الاول. اول حاجة المين بيراميد، تاني حاجة الكوينز بيراميد، تالت حاجة الكالت بيراميد، رابع حاجة اللي هي البوت بيتس، هنا المورتشواري تيمبل، وهنا الفالي تيمبل. اوكي، دي الاليمنتس بتاعت الكومبلكس اوف خوفو. بيربط طبعا ما بين المورتشواري تيمبل والفالي تيمبل زي ما قلنا قبل كده الكوز واي. طيب الديسكريبشن اوف ذا بيراميد، احنا لما هنعمل وصف للبيراميد نفسه بقى، البيراميد بتاع خوفو بيتكون من ايه وايه فيه من جوه والكلام ده. هنتكلم ببساطة في original entrance. احنا لازم نعرف ان هنا في two entrances، في فتحتين two entrances. اول entrance the original entrance is on the north، هو في الشمال. اوكي، تقريبا 17 meters vertically above ground level، هو تقريبا 17 متر على ارتفاع 17 متر من على سطح الارض. اوكي، ده الاوريجينال انترنس. تمام، from this entrance a descending passage about high 1 meters high and 1 meters wide. تقريبا لو بصينا كده هنلاقي من الانترنس نازل بقى ممر نازل، مش ممر صاعد. في عندنا حاجة اسمها ممر صاعد وفي حاجة اسمها ممر نازل. فالممر النازل ده اوكي تقريبا طوله وعرضه 1 متر وواحد متر، وزي ما قلت لكم ان بتنقص يعني كام سنتي. فمثلا ممكن العرض يكون 95 سنتي، فهنقربها المتر. اوكي، goes down after about 105 meters to the lower chamber. طول من الانترنس الباسج ده اللي هو descending passage او الممر النازل من الانترنس لحد حاجة اسمها السبترينيان chamber or the lower chamber. شايفين اخر حتة دي مكتوب عليها subterranean chamber. اوكي، من دي لدي تقريبا 105 متر. اوكي، المسافة من هنا لهنا 105، ده الانترنس، ده الاوريجينال انترنس. اوكي، وهنا descending passage اهو بوريهولك، هو ده descending passage. وبعد كده لازم تعرف there is a continuation of horizontal passage in the south wall of the lower chamber. اوكي، دي ال lower chamber. There is also a bed dug in the floor of the chamber. ال chamber دي اللي حضرتك شايفها اللي هي ال subterranean or lower chamber، احنا ممكن نسميها التسميتين دي، فيها كان pit معناها حفرة. اوكي، pit معناها حفرة محفورة في الفلور يعني في أرضية ال chamber. يعتقد ان دي the lower chamber was may intended to be the burial chamber but Khufu later changed his mind and wanted it to be higher up in the pyramid. يعني ربما يكون ان الغرفة دي اصلا كانت هتبقى غرفة الدفن، هي تحت الارض خالص، يعني
حضراتكم عارفين الهرم نفسه اتبنى اوكي فوق الارض بتاعت البلاتو بتاع الجيزة. اللي بنتكلم عنه ده او الغرفة دي تحت، دي مش في الهرم نفسه، مش في تكوين الهرم نفسه، في البناء نفسه، لا دي تحت، يعني دي مدفونة تحت البناء الهرمي اوكي. فهي اتحفر فيها حفرة، والحفرة دي يعتقد انها كانت سببها ان هيدفن فيها الملك، بس ده ما حصلش، ان الملك قرر ان هو يبني او يعمل غرفة الدفن بتاعته في منطقة اعلى، واللي هي في بناء الهرم نفسه وجوه تكوين الهرم نفسه اوكي. طيب الديسكريبشن بتاع البيراميد هنكمله، وهنا هنتكلم بقى عن حاجة تانية، واللي هي الانترنسز. احنا قلنا في كام انترنس؟ في اتنين، في اوريجينال انترنس وفي مودرن انترنس. الاوريجينال انترنس هو ده، الاوريجينال انترنس اللي فوق شايفين هو ده. طيب الاوريجينال انترنس ده تقريبا هو 17 متر فوق سطح ال يعني فوق سطح الجراوند ليفل او سطح الارض اوكي، و15 يعني في فرق تقريبا ما بينه وما بين التاني يعني كم متر كده. بالنسبة هو ده ادي المدخل الرئيسي. طب المودرن انترنس توداي ممكن التورستس او السياح يدخلوا انتر ذا بيراميد via the robbers tunnel، بيسموه robbers tunnel that created around 820 AD by Caliph المأمون workmen. لازم تعرف ان الخليفة المأمون جه يعني وشاف الهرم ده، فقال ربما يكون في كنوز، ده بيعتقد يعني، فهم فتحوه وبواسطة يعني جنود الخليفة المأمون، وبيتسمى حاليا الرابر ستانل او النفق بتاع اللصوص اوكي ماشي. ده اللور تشامبر اللي اتكلمنا عنها، اللي هي تحت سطح الارض، اللي هي هنا هم حفروا في الجبل وحفروا في الهضبة نفسها، فمعنى كده ان هي دي مش جزء من الهرم، لا دي تحت بقى، تحت البناء الهرم اللي هم عملوه اوكي. طيب الديسكريبشن بتاع البيراميد يكمل، وهنتكلم بقى دلوقتي عن الكوينز تشامبر. الكوينز تشامبر يا جماعة لو بصيت كده، دور على كلمة كوينز تشامبر هتلاقيها. كوينز تشامبر هي تقريبا في الهاف واي، يعني في نص الطريق ما بين الشمال ما بين الجنوب اوكي. The north and the south faces of the pyramid، يعني هي في النص ما بين الوجه الشمالي والجنوبي للهرم اوكي. يعني ادي الشمال وادي الجنوب، هي جاية في النص ما بين الوجه الشمالي والوجه الجنوبي للهرم اوكي. at the eastern end، ادي مكان الكوينز تشامبر. الكوينز تشامبر دي عندها it has a pointed roof، it has a pointed roof معناها حاجة مدببة اوكي، اللي هو الروف سطح مدبب. و في ال eastern end of the chamber في عندنا نيش، في عندنا ايه نيش، النيش ده عامل زي ايه، حد يعرف يعني زي كده فجوة في ايه في الحائط، هي فجوة معمولة في الحائط كده تمام محفورة، ودي بنسميها نيش، دي ممكن تحط فيها تمثال، ممكن تحط فيها قرابين اوكي. ودي حاجة من الاليمنتس او الاركيتكتشرال اليمنتس اللي معروفة في الحضارة المصرية. In the north and the south walls of the queen's chamber there are shafts، في برضو عندنا shafts في الحائط الشمالي والجنوبي من حجرة الملك. ادي حجرة الملك، ادي شكلها
النيش اللي احنا كنا بنتكلم عليه in the eastern wall of the queen's chamber، هو ده النيش اللي هو في النص جاي اللي عامل زي الشباك ده، اوكي. وهنا ال queen's chamber، وادي ال shafts. ال shafts دي اللي معمولة، شايفين الحفرة دي او الدايرة او المربع الصغير اللي على ايدك الشمال ده، هو ده ال shaft بتاع غرفة الملكة، عندنا 2 منه. ده الديسكريبشن بتاع برضو الهرم. وبنتكلم على الجراند جاليري، عندنا الجراند جاليري في at the top of the grand gallery there is a step giving onto a horizontal passage. بتطلع كده الجراند جاليري دي، الجراند جاليري دي بتطلعها بشكل صاعد، اوكي. وبعدين بتوصل لمكان horizontal passage، ممر كده أفقي some meters and approximately 1 meter in high and wide. تقريبا الباسج ده 1 متر طول وعرض، اوكي. واللي فيه بنلاقي بقى 4 slots. ايه يعني slots؟ يعني فتحات. فتحات دي كان ايه فايدتها؟ كانت يعني عشان نحط فيها الزلاجات ونقفل، دي كانت عشان تقفل الممر اللي بيدخل على الغرفة اللي بعدها، والغرفة اللي بعدها هتكون هي ايه اهم غرفة، اللي هي غرفة الملك واللي بنسميها الكينجز تشامبر. يعني انت كده الجراند جاليري ده بتصعد تلاقي باسج، الباسج ده اخره مقفول ب4 slots. ال4 slots دول فتحات كان مثبت فيهم intended to hold granite portcullises، زلاجات، حاجات كده، عارفين زي بوابات الحصون اللي هي بتنزل دي تقفل وبعدين تطلع تاني، اوكي. بس للأسف احنا ما لقيناش الحاجات دي، والحاجات دي مفقودة. لقينا بعض الآثار الجرانيت موجود، وعشان كده حصل الربط ما بين دي ما بين الباب والزلاجات يعني. طيب ممكن نكمل بقى وهنتكلم عن الكينجز تشامبر. هنا بقى الكينجز تشامبر هي تقريبا is about 10 meters from the east to the west، هي 10 متر تقريبا من ال east to the west، و 5 meters from the north to the south. و it has a flat roof، عندها flat roof، حاجة مسطحة، الروف بتاعها أو السطح بتاعها مسطح يعني، اوكي. و أيضا أدي الكينجز تشامبر اللي بنتكلم عليها. لو لاحظنا كده هنلاقي إن فوق ده مثلث مش مسطح، بس احنا بنتكلم لان هي تحت، والطبقات اللي فوق دي تبع كينجز تشامبر، بس دي حاجات اتعملت بعدين وهقول لكم ليه. It has two shafts. الأوضة أو الغرفة بتاعة الملك دي عندها two shafts also. They appear to be aligned towards the stars or areas of the northern and the southern skies. ربما يكون ال two shafts دول هدفهم إن هم يوصلوا الروح الميت بالسماء وبأماكن في الشمال والجنوب، السماوات الشمالية والجنوبية. يعني هو فكر ديني ممكن هتتعرف عليه، أو فلسفة دينية هتتعرف عليه فيما بعد، بس هو كان كله connected بالعالم الآخر. وبرضو في رأي تاني بيتقال إن هو believe maybe to be air shafts، ودايما هي بتكتب عليها air shafts زي ما حضرتك شايفين ان احنا كاتبين عليها air shafts. وال air shafts دول الاتنين دول كانوا ربما برضو هو سموهم كده for ventilation او يعني للتهوية، ولكن but this idea has now been widely abandoned has now been widely abandoned in favor of ritualistic purpose associated with
the ascension of the king's spirit to the heaven. يعتقد ان في ناس اعتقدت ان هي دي فتحات للتهوية، بس الفكرة دي خلاص احنا تركناها تماما، لان احنا نعتقد ان حاليا هي ربما تكون ل ritualistic purpose. ritualistic يعني لغرض طقسي طبقا للطقوس، و associated with the ascension، ومرتبط بصعود الملك أو روحه يعني the king's spirit to the heavens وللسماوات. هو بيعتقد إن دي كأنها بتصعد بروح الميت إلى السماء. طيب احنا لو اتكلمنا برضو عن ال king's chamber، هنا هنتكلم بقى عن ايه، ان هي entirely covered with granite، ده أول حاجة لازم نعرفها. و above the roof there are five compartments known as relieving chambers. وعندنا ال compartments أو ال five compartments في حاجات كده حوامل، أوكي. ال compartments دي known as the relieving chambers، هم عاملين زي بيحملوا سقف، هو اسمها سقف، سقف الحجرة الجنازية. Okay, the compartments were intended to save, guard the king's chamber. Okay, from the possibility of a roof collapsing under the weight of stone above the chamber. احنا كل غرض ال compartments واللي عملناه فوق السقف ده عشان تحمل يعني الحمل ما يقعش، بتاع الهرم كله ما ينزلش على غرفة الدفن. احنا اللي عملناه حطينا compartments وحوامل، فكده خففنا الضغط على السطح اللي هو فلات او المستوي بتاع غرفة الدفن. ال only object بقى، ال only object اللي موجودة حاليا في غرفة الدفن هي ايه؟ granite sarcophagus. بس الجرانيت sarcophagus اللي حضرتك شايفه في الصورة ده هو فعلا الحاجة الوحيدة اللي اتلقت، rectangle granite sarcophagus. one corner منه is damaged و it's slightly larger than the ascending passage. احنا مش نزلنا كل الكلام، مش نزلنا السركوفاجس ده، دخلناه الأوضة دي اللي هي البيريال تشامبر، يعني طلعناه سوري. اوكي، طب في مشكله الاسندنج باسج او يعني الممر الصاعد ده اللي احنا داخلين ده، مساحته اقل من الغرفه نفسها، فدي مشكله. ازاي دخل بقى السركوفاجس لغرفه الدفن مع ان الممر الصاعد هو اقل في المساحه؟ ربما ده يعني which indicates that it must have been placed in the chamber before the roof was but in the in place. بقول لك ممكن احنا اللي حصل ان احنا قبل ما نحط الروف بقى اللي احنا بنتكلم عنه ده، قبل ما نحطه in place، رحنا حاطين الاول ايه، حاطين ال sarcophagus وبعدين عملنا الروف. وهو ده maybe the explanation for this. طيب احنا كده خلصنا اول هرم وهو الكومبلكس بتاعه وهو هرم خوفو. دلوقتي ممكن ندخل على هرم خفرع والكومبلكس بتاعه. ده the second tallest and largest of the pyramids of Giza. وهو the tomb of King خفرع. Okay, from the 4th dynasty. The structure نفسه بتاع الهرم ده is smaller than Khufu's pyramid. But it was erected on a rise and appears almost slightly higher. It's about 143.5 high. احنا لما نشوف الهرم بتاع خفرع نفتكر ان هو اكبر من خوفو، مع ان هرم خوفو هو الاكبر، ولكن ده نتيجة لان هرم خفرع اتبنى على جزء اعلى من هضبة الجيزة، فده بيخلي ان هرم خفرع يبان أكبر من خوفو. وطول هرم خفرع تقريبا 143 143.5 سنتيمتر.
اوكي. طيب التو انترنسز، هو ده الهرم ده فيه تو انترنسز، يعني زي هرم خوفو، لان فيه تو انترنسز، واحد اوريجينال وواحد بتاع المأمون، الخليفة المأمون. هنا بقى فيه تو انترنسز وديسندينج باسجز وان اسندينج كوريدور وبيريال تشامبر كونتيننج ا ريد جرانيت ساركوفاجس. هنا عندنا هنتكلم عنها بالتفصيل برضو، دي الاليمنتس بتاعت الكومبلكس بتاع خفرع والكفرين. في one subsidiary pyramid rests beside خفرع، probably maybe it's maybe for a queen, it's an unidentified queen by the way. هي مش معرفة بالنسبة لنا الكوين دي او الملكة. في five في boat bits also installed، وفي magnificent statues of Khafra were discovered in the valley temple. وده من أجمل الحاجات اللي موجودة، الصور اللي انت شايفها على اليمين دي هي صور لتماثيل اتلقت لخفرع في الفالي تمبل بتاعه. طيب التو انترنسز اللي احنا بنتكلم عنهم، التو انترنسز اللي بنتكلم عنهم دول lead to the burial chamber. One that opens about 12 centimeter upper the face sorry 12 meters up the face of the pyramid, and one opens at the base of the pyramid. في واحد بقى، هما اتنين، في upper وفي lower. ال lower ده اللي تحت ده خالص، ده هو موجود في ال base بتاعة ال pyramid. يعني ايه فعلا؟ هو موجود في الجزء اللي تحت او القاعدة بتاعة الهرم. في واحد تاني تقريبا 11 متر او 12 متر من على سطح، يعني ارتفاعه من على سطح الارض. ال passageways do not align with the central line of the pyramid. ال passageways او الطرق دي اللي موجودة او الممرات مش متماشية مع السنتر لاين، مع قلب او مع النص بتاع الهرم. اوكي. ولازم تعرف ان ال lower descending passageway is curved completely out of the bedrock. A lower descending passageway is curved completely out of the bedrock. محفور تماما يعني في البيدروك، وهو في صلب الصخور. وهو ال lower descend، يعني انت بص عليه كده مكتوب عليه lower passageway or passage. انت بص على اللور passage ده، هو curved يعني هو محفور، انت شايف هو تحت الارض على فكرة، هو تحت الارض وبعدين descending بينزل، وبعدين running horizontal، وبعدين بيمشي كده ايه باستواء horizontal افقي، وبعدين بيحصل حاجة تانية اللي هو then ascending to join the horizontal passage leading to the burial chamber. هو بينزل بعدين بيستوي بعدين بيرتفع عشان يوصل لحد ال burial chamber. اوكي. ده احنا بنتكلم على ال lower entrance، منه lower passage يعني lower entrance بيوصلك ل lower passage، بعدين بيوصلك ل lower chamber في النص، بعد كده في horizontal passage، بعدين في ascending passage to يعني اللي هيوصلك to the upper chamber or the period chamber. طب بالنسبة للغرفة اللي في النص دي هنسميها ايه؟ هنسميها lower chamber او subsidiary chamber. ودي opens to the west of the passage. دي تقريبا بتفتح من الناحية الغربية، اوكي، من ال lower passage و uncertain purpose. يعني مفيش حاجة محددة، مش عارفين الغرض الرئيسي من هذه الغرفة، غرفة غامضة إلى حد ما. ربما تكون maybe to store the offerings، ربما يعني لتخزين القرابين. وقال لك
maybe for the burial equipment، عشان تحط فيها الأغراض الجنائزية. أوكي، و maybe it may be a سرداب chamber، وربما تكون سرداب يعني. بعد كده ال upper descending passage، ال upper descending اللي هو يعني بعد الغرفة دي، في upper descending is clad in granite and descend to join with the horizontal passage to the burial chamber. ادي ممكن نشوف دي اللي هي ال lower chamber. نخش بقى على ال burial chamber وشكلها. ادي ال burial chamber وشكلها. It was carved out of a pit in the bedrock. هي يعني محفورة في حفرة in the bedrock، في الصخر. لو بصيت كده هنرجع تاني، بس فين بقى مكان ال burial chamber؟ ال burial chamber برضو مش في الهرم نفسه، يعني مش محفورة، قصدي يعني مش مبنية جوه الهرم، لا دي محفورة بقى في الصخر. فأدي مكانها، لو بصيت عليه هتلاقيها محفورة في الصخر، موجودة على سطح الأرض، جزء منها مبني على يعني تحت الأرض كاملا، وكلها تقريبا يعني أوكي كبناء. ال burial chamber زي ما قلنا محفورة، والخفرع sarcophagus، خفرع sarcophagus was carved out of a solid block of granite and sunk partially okay in the floor. A net Bilazoni found bones of an animal and possibly a bull. الراجل أول حاجة لازم تعرف إن الخفرع sarcophagus was carved out of a solid block of granite، معمول من الجرانيت الصلب، و sunk partially in the floor، وكمان معمول له يعني ايه يعني محطوط sunk partially in the floor، في محطوط في الفلور يعني في الأرضية. بلازوني بقى لما لقى السركوفاجوس لقى bones of an animal اللي هو ربما يكون البول اللي هو الثور، لقى عظام حيوان ربما يكون هو الثور. Another pit in the floor likely contained the canopic chest. لقينا برضو حفرة تانية في الأرضية بتاعت الغرفة، ربما تكون للكنابك شيست واللي هي الأواني الكانوبية. طيب هنتكلم بقى بعد كده على الشكل ده. الأول بصوا كده ال burial chamber أهي، وده شكل ال ده شكل ال sarcophagus اللي هو جزء منه تحسه كده محفور sunken في ال في غرفة الدفن. نخش بعد كده على الكومبلكس اوف خفرع ومكوناته. هو من اكمل الكومبلكسز، او من اكمل المجموعات الجنائزية. اول حاجة الهرم نفسه، بعدين الساتلايت بيرميد، بعدين المورتشواري تمبل، بعدين الكوزوي اللي بيربط ما بين المورتشواري تمبل وبعده في فالي تمبل رقم 5، وبعد كده في الفالي تمبل، وبعد كده في التمبل اوف ذا سفينكس، وبعد كده في السفينكس نفسه. اوكي طيب، ساتلايت بيراميد ده عبارة عن ايه؟ ساتلايت بيراميد ده هو كان only one في المجموعة الهرمية بتاعت خفرع، في only one satellite pyramid، وده موجود in the center axis of on the south side of خفرع pyramid، موجود في المحور الأوسط في الجزء الجنوبي من مجموعة خفرع، ويعني قصدي من هرم خفرع. و originally the pyramid measured 20 meters، كان تقريبا 20 متر الهرم ده. It's completely raised
and only the foundation and a few random blocks still remain. تقريبا كل الأجزاء بتاعة الهرم ده زي ما انتوا شايفين في الصورة هي مهدمة ومش باين أي حاجة غير some blocks of stones. اوكي طيب احنا هنخش بعد كده على ايه؟ هنخش على المورتشواري تمبل. مورتشواري تمبل the temple of Khafra complex survives in a good condition. احنا لقينا التمبلز اوف خفرع سواء الفالي تمبل او المورتشواري تمبل هما الاثنين في حاله كويسه. بعد كده المورتشواري تمبل هو يعني ايه الى حد ما في حاله مش جيده جدا، وهو بيتكون من انترنس هول وبيتكون من columned court و5 niches for statues of the pharaoh و5 storage chambers و inner sanctuary، ولقينا كمان تقريبا 50 life size statue في المعبد بتاعه. اللي بعده بقى هو الكوزوي. الكوزوي ده تقريبا كان 495 متر بيربط ما بين الطريق زي ما قلنا المعبد الوادي ومعبد الجنزي. شكله كان برضو عشان نوضح شكله كان كده. اوكي ممكن تبصوا على الصور بشكل اكبر. طيب الفالي تمبل، الفالي تمبل it's built of megalithic blocks sheathed in red granite، مبنية من كتل حجرية مغلفة بالجرانيت الأحمر. الفالي تمبل ده والسكوير بيلرز were made of solid granite and the floor was paved in alabaster. الفلور الأرضية معمولة من الألباستر، paved يعني مرصوفة أو يعني معمولة من الألباستر. أوكي والسكوير بيلرز were made of solid granite، معمولة من ال solid granite. The exterior was built of huge blocks of some weighing over 100 tons. Well, elements of the temple. What are the elements? And then two doors open to a vestibule, like what you can see in the photo. لو بصينا كده في الصورة هنلاقي إن في عندنا two doors open to the vestibule. بعد كده a large pillared hall. بعد كده عندنا عندنا يعني storage rooms في الجوانب كده، و الغرفة دي اللي هي فيها 16 pillared chambers. اوكي لو بصينا الصورة اللي تحت بتوضح ازاي كان المفروض شكل المعبد بتاع الوادي. الوقت الحالي مفيش التماثيل دي مش موجودة، وهي حاليا موجودة معظمها في المتحف المصري. اوكي للحفاظ عليها يعني، وفي حاجات اتسرقت ممكن برضو. هنا التمبل اوف ذا سفينكس. التمبل اوف ذا سفينكس يا جماعة is not attested to any king. But structural similarities of Khafra mortuary temple point to him as its builder. احنا لو بصينا كده في الصورة هنلاقي في حاجة اسمها Great Sphinx، في حاجة اسمها New Kingdom Sphinx Temple، في حاجة تانية اسمها Old Sphinx Temple. عندنا اتنين يعني للسفينكس تمبل، في واحد للنيو كينجدوم وفي واحد للأولد كينجدوم. اوكي احنا بنتكلم دلوقتي عن الأولد كينجدوم تمبل، وده يعني قدام السفينكس بالظبط، وهو جنب المعبد بتاع الملك. طيب اوكي opening to a hall with 24 columns each with its own statue two sanctuaries.
The Sphinx of Giza. احنا هنخش بعد كده على ال Sphinx of Giza عشان برضو دي احنا يعني بسيط. هو ده عبارة عن ايه؟ ال Sphinx of Giza عبارة عن limestone statue represented with the body of a lion and the head of a human. معمول على شكل انسان، يعني رأس انسان وجسم اسد، وده ربما يكون سبب في ذلك اللي هو يعني كبروتكشن، وهو كأنه هو حامي لجبنة الجيزة. He seems to be a guardian of the Giza necropolis as it's commonly believed that the Sphinx were protectors. و يعني الغالب في الأمر، احنا مش متأكدين على فكرة، بس الغالب في الأمر ان باني السفينكس هو الملك خفرع في الأسرة الرابعة. الطول بتاع التمثال it measures about 73 meters و 20 meter high. طول 20 يعني ارتفاعه 20 وطوله 73 تقريبا. اوكي، عندنا برضو في حاجة اسمها لوحة الحلم، دي قدام the dream stela، ودي was erected فين؟ erected in front of the pose of the great sphinx of Giza by mean لو نفتكر Thutmose the fourth. وايه لازمتها الستيلة دي؟ the stela claim to a divine legitimization to the kingship of king Thutmose the fourth. كأنها يعني بتقول ان بما انه هو تحتمس الرابع ما كانش الوريث الشرعي، وكان فهو ايه يعني بتعمل له توريث شرعي، لانه ده حلم والاله هو اللي ايه خلاه ياخد الحكم. لازم نعرف ان النوز والبيرد بتوع الاسفنكس are missing، ودي عليها يعني حاجات كتير بقى. طيب the smallest of the three great pyramids، احنا دلوقتي وصلنا لاخر حاجة بقى، وهي ال smallest of the three great pyramids. مين هو؟ منكاورع. منكاورع مات قبل ما يخلص الهرم بتاعه ده، so his pyramid is unfinished when he died. بيعتقد ان الشيبس سكاف هو اللي اكمل بناء الهرم ده بعد موت ابوه. اوكي، it was of course يعني it was built to serve as a tomb for Menkaura. الهرم ده في ناس بتقول على فكرة ان الاهرامات دي مش مقابر. اوكي، في ناس بتقول ان الاهرامات دي مش مقابر، فانت لازم تعرف كده. اوكي، its original height is about 66 وهو حاليا تقريبا 61 meters. south of Menkaura pyramid في ثلاث اهرامات. Okay. Mycrenius mortuary temple was made in mud brick. في عندنا برضو mortuary temple، وعندنا valley temple، وعندنا causeway. بس واحد من الأهرامات الثلاثة دي يعتقد ان هو ل لواحدة من الكوينز اللي اسمها خمر نيربيتي. اوكي، ويعني المهم هي احد الملكات، ربما يكون هو يعني احد مقابرها او احد اهراماتها هنا. طيب احنا دلوقتي هنتكلم على جزء تاني، واللي هو ميري روكا I'm saying هو عندنا ميري روك منكاورا بيراميد was constructed of limestone and a swan grant. احنا دلوقتي هنتكلم على البناء بقى، الماتيريالز اللي اتبنى بيها الهرم ده. was constructed of limestone، اتبنى من لايمستون. اوكي، لحد هنا فل. و اسوان جرانيت ده الكيسينج بتاعه، المفروض ان هو was cased by granite، كان مغطى بقى بالجرانيت. من فين نعرف الكلام ده؟ شوفوا كده الصورة اللي تحت، ده الجرانيت كيسينج. هو الكيسينج ده كان فيه تقريبا the first 16
courses of of the exterior were made of the red granite. Well, upper portion was cased in the limestone of Tora. كان الحتة اللي فوق دي باللايمستون، الحتة اللي تحت نعتقد انها كانت هو الجرانيت باين اوكي، انما اللي فوق بيقول لك ان هو كان لايمستون. اوكي طب ال part of the granite was left in rough which incomplete projects such as this pyramid help archaeologists to understand the methods used to build the pyramids and the temples. لازم تعرف ان الحاجات الغير مكتملة دي، يعني في عندنا rough، هنا عندنا part of granite was left in the rough، حاجات غير مكتملة، حاجات غير منتهية. فالincomplete الincomplete project دي المشروعات الغير كاملة، بتدينا فكرة ازاي كان بيتصنع بقى او بيتعمل كل الكلام ده. ال entrance of the pyramid على فكرة was hidden. ال entrance of the pyramid was hidden for a long time. It was discovered in about in 1837 by the explorer اللي اسمه فيس. It's about 4 meters high تقريبا، يعني هي على بعد 4 متر. طب بالنسبة للإنترنس بقى، هو opens to a large corridor descending 32 meters long and leading to a room. Walls are covered. الانتي تشامبر دي لو احنا بصينا كده، انت لو بصيت في انترنس، بعد الانترنس في باسج، بعدين في بيلر تشامبر، والبيلر تشامبر دي فيها مكان زي ايه اللي بيسموه اللي هو فولس دور، فولس دور موتيف. وبعدين هتلاقي صالة تانية او باسج واي تاني، وبعد الباسج واي هتلاقي الانتي تشامبر، وبعد الانتي تشامبر في كده نزلة في نص الغرفة هتوصلك على مكان وهو البوزيشن بتاع باسج واي اخر، بعدين هتوصل للبوزيشن اوف البيريال تشامبر وير وي كان فايند ذا سركوفاجس. طيب ادي اهو الانتي تشامبر، في رامب، ادي الرامب، بينزل الرامب ده عشان يوصلنا ل ستيرز، ادي الستيرز، وبعدين عشان نوصل لغرفة، الغرفة دي الاوبوزيت بتاعها في البيريال تشامبر which is covered with granite blocks which has double slabs of ceiling that was lowered and rounded so as to believe in a vault. اخر حاجة بقى، ودي اخر سلايد في الموضوع بتاع الأهرامات، هنا sarcophagus of Menkaure was made out of basalt. للأسف يعني ده مش موجود دلوقتي. ادي ال burial chamber بتاعت Menkaure، وال sarcophagus بتاعها مش موجود. It was placed in the center of the room was decorated with motifs on the front on the front of the palace. كان كده معمول على شكل واجهة القصر. و in 1838 1838 قرروا ان يعني السركوفاجس يروح يتعرض فين، يتعرض في انجلترا، لكن في الطريق للأسف غرق. و احنا كان ممكن نشوفه دلوقتي في البريتش ميوزيوم، لان هو كان هيتعرض في البريتش ميوزيوم، بس للاسف البوت اللي كانت بتعمل ترانسبورتيشن او نقل للبازلت للساركوفاجس ده اوف بازلت غرقت وما لقيناش لحد دلوقتي
التابوت ده، ومن ثم خسرناه ومش عارفين امتى ممكن نلاقيه، هل هنلاقيه ولا لا. اوكي، دلوقتي اخر حاجة بقى الاسئلة الاكتيفيتيز، لو عند حضرتك اي اجابة للاسئلة دي فتفضل. What do you know about the three great pyramids؟ وشيف ورك ان ذا بيراميد ان ذا جريت بيراميد مين؟ وذا اونلي اوبجكت ان ذا كينجز تشامبر اوف خوفو از ا ريكتانجلر جرانيت ساركوفاجس. وان كان ده صح ولا غلط؟ وذا بيراميد اوف خفرع اونلي هاز وان ساتلايت بيراميد، وده صح ولا غلط؟ شكرا جزيلا، وان شاء الله في المحاضرات الجايه لو ليكم اي اسئله. على فكره لو اللي بيسمع المحاضره دي عشان اتاكد ان هو سمع المحاضره دي، يتفضل يكتب اسمه في الكومنت على المحاضره تحت في اليوتيوب، عشان اعرف مين اللي شاف المحاضرات ومين اللي ما شافهاش. وشكرا جزيلا.